وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث عبرت مركبات عسكرية تركية مسلحة إلى شمالي شرقي سوريا لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي لإقامة منطقة آمنة عبر الحدود. شهود عيان قالوا إن مركبات ترفع العلم التركي انضمت إلى أخرى في سوريا ترفع العلم الأمريكي على بعد قرابة 15 كيلومترا شرقي الحدود التركية بالقرب من تل أبيض في سوريا. وفي هذه الأثناء كثفت القوات الأمريكية والتركية طلعاتهما الجوية شمال شرقي سوريا لتأمين المنطقة.